السلام عليكم أصدقائي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي، صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أصدقائي الغاليين، كالعادة لو لسه ما عملتوش لايك للفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو، وتسلم إيديكم أصدقائي على الدعم اللي انتوا بتقدموه. ولو لسه أصدقائي ما عملتوش اشتراك في القناة أو أول مرة تشاهدوا فيديوهاتنا على اليوتيوب، ما تنساش يا صديقي تضغط على زر اشتراك في القناة وتفعل زر التنبيه عشان يوصلكم كل جديدة. بكل اختصار اصدقائي، النهاردة هنتكلم عن حل مشكلة تسجيل الدخول بالفيسبوك في المحاكي سمارت جوجا او اي نسخة محاكي انت شغال عليها. هقولك على الفكرة والسبب الرئيسي اللي ما بيخليكش تقدر تسجل الدخول. على سبيل المثال هوريكم المشكلة لما انا مثلا اجي اسجل الدخول عن طريق حسابي على الفيسبوك. شوف المشكلة اللي هتظهر، او اكيد حضرتك دخلت الفيديو ده علشان انت عارف المشكلة ايه هي بالظبط. فزي ما شايفين اصدقائي، لما يجي يسجل الدخول بيجيب لي نفس رسالة الخطأ اللي انتوا شايفينها دي. رسالة رخمة، رسالة معقدة، ولكن الحل بتاعها سهل وبسيط جدا. كل اللي عليك يا صديقي عشان تقدر تحل المشكلة دي، محتاج انك انت تثبت تطبيق الفيسبوك على المحاكي نفسه. يعني لو انت شغال على محاكي الجيم لوب او على اي نسخة محاكي، لما تيجي تسجل الدخول بحسابك الفيسبوك بيقول لك او بتظهر لك رسالة الخطأ اللي انتوا شايفينها دي. الحل يا صديقي انك انت لازم تثبت نسخة الفيسبوك على المحاكي. وهنا بقى برضو بتواجه مشكلة في تثبيت نسخة الفيسبوك على المحاكي. هل نسخة فيسبوك واحدة اصدقائي تكفي انها تشتغل على جميع انواع المحاكيات او نسخ المحاكيات؟ لا، وده اللي هثبتهولك. لانك يا صديقي لو قدرت تثبت تطبيق الفيسبوك على المحاكي، معناها ان المشكلة اتحلت عندك. ركز معايا يا صديقي، ده المحاكي البريميوم او يعتبر نسخة مطورة من محاكي سمارت جوجا. يعني لو انت شغال على محاكي سمارت جوجا او بريميوم او اي نسخة، انا ممكن اسيب لك رابط نسخة فيسبوك متوافقة مع جميع المحاكيات. تمام اصدقائي، يعني خلينا في الادنى، يعني ادنى شيء اللي هو المحاكيات اللي احنا بنشتغل عليها او محاكي بريميوم او سمارت جوجا القديم او الجديد. فالنسخة اللي انا هستخدمها هتكون متوافقة مع معظم المحاكيات، لانه يعتبر التطبيق متوافق معها بنسبة 100%. ركز معايا يا صديقي، المشكلة قدامنا اهو. احنا دلوقتي عشان نحل المشكلة محتاجين ان احنا نثبت نسخة فيسبوك على المحاكي. اول حاجة صديقي، ان المحاكي اصلا اللي احنا بنشتغل عليه ما فيهوش جوجل بلاي. يعني انا محتاج دلوقتي ان انا ادخل على الجوجل بلاي وابدأ ابحث عن الفيسبوك واثبته. طيب انا مش عايز اعمل كده، المحاكي ما فيهوش جوجل بلاي. انا محتاج ان انا احل المشكلة من غير محمل لا جوجل بلاي ولا تحديثات جوجل ولا الكلام ده كله. ممكن استخدم متجر خارجي، يعني استخدم اي متجر خارجي واثبته. تمام، وابدأ برضو ابحث عن الفيسبوك وابدا اثبته. لا، برضو الطريقه دي مش عايزينها. بكل اختصار انا مش هطول عليكم اكتر من كده. واحد ممكن يقول لي انا ممكن ادخل على جوجل وابدا احمل نسخه الفيسبوك وابدا اسحبها في المحاكي ويبقى انا كده حليت المشكله. ركز معايا، زي ما شايفين النسخه دي اللي هي فيسبوك فيرجن 3 اللي هي اخر اصدار من الفيسبوك، والنسخه دي اللي هي فيسبوك 5 القديمه. تمام، يعني ده نسخه قديمه. تمام، دي نسخه قديمه ودي النسخه اخر اصدار اللي ده اخر تحديث. ركز معايا، انا معايا محاكي اهو، مهما ليكن يعني المحاكي اللي انا شغال عليه، في محاكيات تقبل النسخه دي وفي محاكيات ما تقبلش. عموما النسخه دي اخر اصدار. لو جيت اثبتها في المحاكي سمارت جوجا، لاحظ معايا هنا رساله الخطا اللي هتظهر. طبعا رساله الخطا يعني بيقول لك ان هو مش قادر يثبت الفيسبوك. هتجيني رساله خطا ان هو الفيسبوك مش راضي يتثبت على المحاكي. فبالتالي اصدقائي، يعني من غير ما تتعب نفسك، طالما النسخه دي مش راضيه تثبت عندك على المحاكي او مش جايب لك رساله التثبيت، فبالتالي النسخه غير متوافقه مع المحاكي. نسخه فيسبوك غير متوافقه مع المحاكي، فبالتالي اصدقائي النسخه دي خلاص مش هنحتاجها خالص، طيرها. انا حملت اخر اصدار ما نفعش معايا. نيجي بقى على الاصدار القديم من الفيسبوك وهو اصدار 5. طبعا مستغرب ازاي اصدار 3 يعني احدث من اصدار 5. لا، هي الاصدار ده اصدقائي هو نسخه فيسبوك 5.0.0، يعني النسخه دي اقدم من
فيرجن 3. هنيجي ناخد النسخه دي ونبدا نسحبها على المحاكي بتاعنا بالشكل ده. طبعا النسخه دي احلى حاجه فيها انها حجمها صغير جدا، حجمها 13 ميجا، ولو تلاحظ سكسسفلي اهو تم تثبيت نسخه الفيسبوك بنجاح. احنا اللي يهمنا اصدقائي مش موضوع الفيسبوك محدث او قديم، لا، اللي يهمنا ان احنا نحل مشكله تسجيل دخول. هندخل على اللعبه بتاعتنا اهو، نفتح اللعبه، خلاص احنا ثبتنا الفيسبوك، بعد كده نبدا ندخل اللعبه بتاعتنا. عايز مثلا تعمل حاجه قبل مثلا ما تدخل اللعبه، يعني مثلا، يعني عشان اوريكم حاجه، عايز مثلا تعمل حاجه انك انت تفتح الفيسبوك اهو، تفتح الفيسبوك قبل ما تدخل اللعبه عشان بس تتاكد ان التطبيق شغال معاك عادي من غير اي مشكله. طيب خليه يعمل لود او يعمل تحميل، خليه يحمل، خليه بس لحد ما يخلص عشان يسهل ليك لما تيجي تدخل اللعبه اهو. لحد هنا تمام، يعني هنا تكتب الايميل بتاعك والباسورد، تمام خلاص كده نطلع من الفيسبوك خالص، نطلع منه وندخل على اللعبه بتاعتنا. نضغط هنا، بعد كده نفتح اللعبه بتاعتنا. بالنسبه اصدقائي اللي هو هيسال عن نسخه المحاكي اللي انا بستخدمها، نسخه محاكي بريميوم اهو اللي انا منزلها في القناه. لو دخلت في القناه في الفيديوهات هنا هتلاقي محاكي بريميوم، هو ده اللي احنا بنستخدمه لحد دلوقتي، يعني نسخه محاكي جميله جدا. بالنسبه برضو للاصدقاء اللي هم بيحبوا يسجلوا الدخول عن طريق جوجل اكاونت، عن طريق حساب جوجل، برضو شوف الفيديو ده معرف لك او منزل لك فيه طريقه ازاي تضيف جوجل اكاونت وتسجل بيه عادي بدون اي مشاكل، وتشغل الجوجل بلاي وتشغل اي حاجه انت عايزها عن طريق الفيديو ده. ما تنسوش اصدقائي لو عايز المحاكي اهو، ولو عايز تضيف جوجل بلاي الفيديو بتاعه اهو. تمام اصدقائي، نرجع زي ما كنا هنا اصدقائي اهو، هنضغط على تسجيل الدخول مع الفيسبوك. في الاول اصدقائي لما كنا بنضغط على تسجيل الدخول كان بيجيب لنا رساله الخطا على طول. بص جاب لي هنا لوجن فولدر، يعني هنا جاب لي فولدر. ركز بقى لما اضغط على كلمه حسنا، يعني لو انت مثلا ضغطت تاني، لو ضغطت تاني على تسجيل دخول الفيسبوك اهو، يعني المشكله دي ما تقلقش منها، لو ضغطت الاولانيه خلاص اضغط على الثانيه هتلاقي التطبيق فتح معاك عادي بدون اي مشاكل. انا دلوقتي هسجل الدخول بحسابي وارجع لكم مره ثانيه. دلوقتي اضيف الايميل بتاعي واضغط على لوجن، ضفنا الحساب بتاعنا وضغطنا على لوجن. استنى بس لحد ما يخلص تحميل. والله اصدقائي الطريقه دي يعني من اسهل الطرق اللي انت ممكن تعملها في حياتك لحل المشكله دي. كل اللي انت هتعمله يا صديقي انك انت هتحمل تطبيق فيسبوك متوافق مع نسخه المحاكي اللي انت بتشتغل عليها. لو نسخه المحاكي بتاعتك قديمه فبالتالي هتحتاج لاصدار او نسخه فيسبوك قديمه تكون متوافقه معاه. لو المحاكي بتاعك حديث هتقدر تحمل اي نسخه فيسبوك حديثه وتثبتها، هتلاقي برضو اشتغلت معاك بدون اي مشاكل. دي الفكره، يعني دي الفكره انك انت بتثبت نسخه تطبيق فيسبوك متوافقه مع المحاكي بتاعك، علشان لما تيجي تسجل الدخول في اي لعبه انت عايزها بحسابك على الفيسبوك هيبدا يفتح معاك تطبيق الفيسبوك، تقدر تديله الصلاحيه، هتبدا بعد كده تشغل اللعبه بتاعتك بدون اي مشاكل. لحظات بسيطه اهو، لودنج بيعمل تحميل. هنا دلوقتي كل اللي عليك انك بتضغط على متابعه، لما تيجي كلمه متابعه خلاص يبقى انت كده سجلت الدخول على طول بدون اي مشاكل اهو. زي ما شايفين اضغط على البدء هتلاقي طبعا اللعبه اشتغلت معانا اهو. هنا تم تسجيل الدخول بنجاح، هنا بيقول لك يعني تسجيل خروج، يعني معناه كده ان هو سجل الدخول في اللعبه. لو تلاحظ بس لحظات بسيطه زي ما شايفين اصدقائي، طبعا سجلنا الدخول، يعني مفيش اي مشكله خالص اهو. المحاكي بريميوم بتاعنا لحد دلوقتي احنا بنستخدمه والحمد لله، يعني زي ما شايفين طبعا سجلنا الدخول بدون اي مشاكل. دي اصدقاء الطريقه اللي انا كنت عايز اقدمها لكم، وبعتذر لو انا طولت، ولكن كنت حابب ان انا يعني افهمك الموضوع ايه مشكلته بالظبط. ده اصدقاء بكل اختصار الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم. في النهايه اصدقاء ما تبخلوش علينا، بعمل لايك للفيديو، شارك الفيديو مع اصدقائك عشان يستفادوا من الفيديو، وما تنساش تكتب لنا تعليق جميل كده زيك، وتسلم ايديك يا صديقي على الدعم اللي انت بتقدمه. لو في اي استفسارات يا اصدقائي اكتبوها لي في التعليقات، وان شاء الله هرد على جميع استفساراتكم، وانتظرونا في الفيديوهات القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.